السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا. تمثل الحارات العمانية القديمة شاهدا على فرادة الهندسة العمانية من جهة، وعبقرية العمانية على مر العصور من جهة أخرى. وبالنظر إلى هذه الحارات ومكوناتها، فإننا سنلحظ بأنها بمثابة مدن متكاملة العناصر، توفر كافة متطلبات الحياة الأساسية، حيث تجد مقر السكنى ودور العبادة والأسواق بمختلف محالها التجارية ومواقع الحماية، يشقها فلج يمد الأهالي بالمياه العذبة وتحيط بها المزارع لتوفير الغذاء. ومع تطور النمط العمراني وتوسع احتياجات الإنسان، فإننا وكما نشاهد حولنا بأن المدن تغيرت كثيراً، وبالطبع تغيرت معها مكوناتها، فأصبحنا نرى المدن الخضراء والمدن صديقة البيئة والمدن الصناعية والمدن السياحية والمدن التجارية وغيرها. اليوم وفي ظل ما تطرحه الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والخروج من دوامة الاعتماد على سلعة واحدة هي النفط، والبحث عن سلع وخدمات قادرة على توليد فرص عمل وإيجاد مؤسسات وجذب استثمارات وغيرها، في ضوء كل هذا فإن التفكير بطريقة مغايرة عن الأنماط التقليدية أو ما يسمى بالتفكير خارج الصندوق يساهم كثيراً في إيجاد أفكار بناءة ومبتكرة تقدم حلولاً نموذجية للعديد من التحديات. جائزة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري هي واحدة من النماذج التي تبرهن على موضوع التفكير خارج الصندوق، وسنوضح ذلك لاحقاً. الجائزة مشاهدينا جاءت بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هذه المباركة السامية تأتي دافعاً للجائزة نحو السعي إلى تحقيق رؤاها وتطلعاتها. في الوقت القادم سنستعرض تفاصيل الجائزة في ضوء تصريح صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد. نبدأ بفكرة الجائزة. تقوم الفكرة الرئيسية للجائزة على إطلاق مسابقة محلية برؤية عالمية تستهدف الشباب العماني المتخصصين في مجالات العمارة والتصميم لتطوير منطقة جغرافية محددة، فيما تتمثل رسالة الجائزة في استثمار وتمكين القدرات والمهارات الوطنية. رسالة الجائزة ستأتي الآن لتطوير مناطق مختلفة بسلطنة عمان. وأيضا الجائزة تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة. بالنسبة لأهداف الجائزة، الجائزة تحمل جملة من الأهداف المهمة، أبرزها نتعرف الآن على الأهداف، هي الاستماع إلى صوت الشباب العماني بطريقة مختلفة، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بضرورة الاهتمام بالشباب العماني. من الأهداف الرئيسية للجائزة أيضا تحقيق شعار نحو نمط معماري عماني مبتكر ومعاصر، كما تهدف أيضا إلى تمكين وتطوير قدرات الشباب وتحقيق تطلعات رؤية عمان 2040. بالنسبة للفئات المستهدفة، فإن الجائزة تستهدف الشباب العماني المتخصصين في مجالات العمارة والتصميم والتخطيط الحضري شريطة ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً بمن فيهم الباحثون عن عمل والطلبة. ننتقل الآن إلى جوائز المسابقة، وقبل أن نذكر قيمة الجوائز ينبغي الإشارة إلى أن 10 متسابقين سيتأهلون إلى المرحلة النهائية. من هؤلاء 10 سيتم اختيار الفائزين 3، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ وقدره 20,000 ريال عماني، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 15,000 ريال عماني، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على 10,000 ريال عماني. أما المتسابقون 7 المتأهلون وغير الفائزين فإنهم سيحصلون على جوائز عينية.
الجائزة كما ذكرنا تسعى إلى تحقيق القيمة المضافة سواء للمتسابقين أو للشباب العماني أو للمجتمع بشكل عام. ويتمثل تحقيق القيمة المضافة بالنسبة للشباب من خلال الاستفادة من المشاريع عبر إنشاء منافذ للخدمة. منافذ للخدمة بمعنى مقاهي، محلات الطعام والهدايا والتحف والتذكاريات العمانية وغيرها من الأنشطة. أما القيمة المضافة للمشاركين في المسابقة فتأتي من خلال المشاركة في ورش عمل فنية في المجالات التي تستهدفها الجائزة بما يصقل مهاراتهم ويقوي أدواتهم. أما على صعيد المجتمع فتتمثل أهداف القيمة المضافة في توفير مواقع حيوية بلمسات جمالية تشكل متنفساً للجمهور. في الأخير نعود من حيث بدأنا، حيث تناولنا أهمية التفكير خارج الصندوق. من خلال ما استعرضناه عن الجائزة فإننا نستنتج بأنها ستساهم في استثمار المساحة الشاسعة لسلطنة عمان لإيجاد مناطق حضرية أو سياحية أو غيرها من المناطق بتصميم معماري حديث يمنح الفرصة للشباب العماني في احتضان مشاريعهم وترجمة أفكارهم ورؤاهم. إذن مشاهدينا، كانت هذه أبرز ملامح جائزة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري.